بسم الله الرحمن الرحيم. محمد المحي، كاتب عام جمعية الآباء وأولياء التلاميذ من دراسة ديال أولاد محمد الجامعة القروية عين الشقة في إقليم ولعقوب. كما كتشوفوا الجمعية هي حاضرة اليوم باش نطرحوا واحد المشكل اللي عندنا في الدوار ديال هذه المدرسة ديالنا. دقينا ناقوس الخطر هذه أكثر من 3 سنوات، بحيث أن عندنا واحد الإشكال اللي هو كبير ديال الاكتظاظ ديال التلاميذ، بحيث كيوصلوا عدد التلاميذ في القسم ما بين 30 حتى 40 تلميذ، وهذا الشيء لا يعقل في التعليم الابتدائي يكون ما بين 30 40. الحمد لله الامتياز اللي كتمتاز به ولاد محمد ان عندنا الفضاء، عندنا الاراضي خاويه مع جنب المدرسه. وواحد المجهودات ديال 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 الجمعيه وديال واحد المجموعه الغيورين على هذا الدوار هذا، استطعنا اننا ناخذوا واحد القطعه صغيره باش تبنى. للاسف توقفت، ما عرفناش السبب علاش توقفت. التلاميذ ضايعين، كيقراو التعليم الثلاثي، راه ما بقاش تعليم ثلاثي. التلميذ كيقرا ساعتين في النهار ويمشي، في كيدوز بقيه اليوم. كما كتشوفوا الاطفال هما غير في الشوارع كيدوروا. 450 تلميذ في هذه المؤسسه هذه، وكيقراو يعني واحد الاكتظاظ غريب. المقاول دابا دخل يبني لداخل، كيريبوا قسم على التلاميذ. الا سمعتوا دابا ان المقاول كيريب لداخل، مما كيشكل واحد خطوره على التلميذ اللي هو كيقرا في هذه المؤسسه. النداء ديالنا وهو كنوجهه لجميع الضمائر الحيه باش تاخذ بعين الاعتبار هذه المشاكل اللي رحنا كنتخبطوا فيها، سواء كنخص السلطه المحليه، المنتخبين، جميع الجهات المسؤوله، باش يحلوا لنا هذا المشكل هذا في اقرب وقت، وما يبقاوش التلاميذ عرضه للضياع والتهميش في هذا الدوار هذا. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. المحي مصطفى، رئيس جمعيه الاباء واولياء التلاميذ دوار ولد محمد. بالنسبه لهذا الشيء، كنا انا ومجموعه الاخوه معايا في الجمعيه كنا كنمشيو كندافعوا على توسيعه المدرسه. مشينا للنيابه، جلسنا مع السي خالد، قال لنا سيدي راه خرج الفلوس، خرجت ميزانيه باش يوسعوا المدرسه، دابا خص سعاده الباشا يعاوننا في هذا الشيء. طلعنا عند سعاده الباشا، راه كان معايا الاخ، وهضرنا مع الباشا وهضر معاه، قال له خرج خدم عادي، ما كاين حتى حاجه، خرج خدم هانيه، راه خرجوا تراصا وما هضر ما والو، حفروا الفوسي بداو كيخدموا. شويه كنتفاجئوا الاشغال توقفت، هبطنا عند دار فينا واحد الدوره، قال لك انتم ماشي شغالكم فهادشي البني ولا قلب علينا انا شنو. وهذا الشيء اللي وقع. السي خالد هو المكلف بالنيابه، وكاين محضر ديال التوسعه سناه الواش، والعامل الاقليمي ولعقوم مسنيه انها كاينه الوثيقه غنعطيوها لكم بالتوسعه مدرسه ولد محمد. شويه كنتفاجئوا كيريبوا في وسط القسم داخل، واش التلاميذ غيجيو يقراو ولا غيجيو يخدموا في البني؟ انا راني مازال ما عرفت شنو كاين هادشي. واش هاد القطعه تابعه للمؤسسه او ديال مولاها وتم التفويض ديالها؟ ديال مولاها وتم التفويض ديالها، هادشي اللي قالوا لنا. هادشي العلم لله، واش حنا عندنا اجراءات كان ما بين السلطه وما بين وزاره التربيه الوطنيه. دابا حنا كنوقفين وكنشوفوا الوليدات الصغار كيدوزوا لهنايا في الطريق والطوموبيلات واش ما كاينش شي فضاء صغير فين يجلسوا هاد الوليدات راه تما توسع؟ ما كاينش. علاش طلبنا توسعة المدرسة؟ ما كاينش فضاء نهائيا. راه كانوا بغاو يجيو يبنيو قيس في وسط الساحة، غير في وسط 3 متر، ما واش هادشي لا يعقل. دابا هما كيريبوا، واش التلاميذ وفين كانوا هادي شحال من اللي كانوا ما مبرمجينش؟ واش كاين؟ ما فهمتش أنا شنو كاين. يعني الوعاء العقاري داخل كله مبني، ما كاينش كله مبني. وكاينه واحد النقطة أخرى، كاينه واحد السكن وظيفي مسدود ليه لداخل، سادينو وعامر قايل السقوط، ما بغاو لي وسط. قال لك هذاك أملاك مخزنية، ما فهمناش واش ما سبق التلاميذ هما الأولى ولا الأملاك المخزنية رايبة تما محطوطة، على من؟ كما قلت لنا السيد الرئيس، دابا الوليدات ديالكم عارضين بزاف الحوادث، أنا قلت لنا في الكواليس بزاف الحوادث، وشنو كطالبوا؟ واش كطالبوا أن يتوسع الفضاء باش احنا باغيين توسيع الفضاء، وباغيين مؤخرا نهضروا على جوده التعليم العام. فين راه جوده التعليم العام؟ مازال ما فهمناش. كنسمعوا الاشخاص الجاريه، واش الوليدات كيقراو وهما كيريبوا في الاقسام؟ الوليدات كيقراو وهما كيريبوا في الاقسام، انت كتسمع والحضر. اضافه للتقسيم الثلاثي. كيفاش التقسيم الثلاثي؟ الثلاثي كيقراو يلاه الدراري ثلث الحصه. ثلاثة الأفواج في النهار، عدد التلاميذ عندنا 450، إضافة إلى 80 تلميذ كاينة في التعليم الأولي، وكاينة 6 الأقسام، واش غيقراو فيها؟ ما فهمتش أنا واش غيقرا هذا العدد كله في التلاميذ في هذه الأقسام، ما كاينش. يعني الوليدات كما فهمنا من كلامكم أنهم غير كيوصلوا للمدرسة وكيوليو يرجعوا. كيوصلوا للمدرسة ويرجعوا للبحر. مستوى ما كاينش. ما
والساعة ديال المدرسة. شحال عندكم تقريبا الحجرة داخل المؤسسة؟ ستة الحجرات. شحال عندكم تلميذ؟ تلميذ 450 تلميذ. و80 ديال التعليم الأولي. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. بوشكارة عبد الله، عضو في جمعية الآباء ديال المدارس ولاد محمد. زيادة على اللي قالوا الإخوان رئيس جمعية الآباء والنائب ديالو، زيادة على ذلك اش غنقول لك؟ يا أسفاه على التعليم، يا أسفاه اللي كنشوفوه اليوم التعليم، الدرجة اللي وصل لها. كيف يعقل مدرسة ما تليقش بتلاميذ؟ هذه إسطبل، أنا بالنسبة لي إسطبل، وأكثر من إسطبل، اكتضاد. أكثر من 50 تلميذ في القسم، المستوى الدراسي هزيل جدا، التوقيت الثلاثي، يعني التلميذ كيدخل وكيخرج، اش غنقول لك؟ كارثة، كارثة بمعنى الكلمة. والدولة وصاحب الجلالة نصره الله كينوض بالتعليم وكينهض بالتعليم وعطي الدعم للتعليم، وللأسف الشديد ملي كنجيو على أرض الواقع المسؤولين في سوبات. والدليل على ذلك احنا بغينا نقوموا بالتوسيع ديال هذه المدرسه، دخلت السلطات المحليه من رئيس الجماعه، مشينا لرئيس الجماعه، مشينا للقائد، الباشا، العماله، لا من يعطينا يد المساعده، لا من يستقبلك حتى في المكتب. وعدونا بانهم غيقتنيوا هذه الارض، جاء الطاشرون بدا يخدم حبسوه. أرض عرشية كيقول لك في القوانين الأرض العرشية ما كتباع ما تشرى، أصبحنا فيها أنها مبيوعة ومشرية. كاين تلاعب هنا في الأراضي العرشية، الأراضي السلالية، في القوانين ما كتباعش ولا كتشرى. مين حطينا يدنا عليها؟ قال لك أسيدي هذه مبيوعة. إذا المسؤولين فين هذه الخدمة ديالهم؟ والله يجازيك بخير، من هذا المنبر هذا الناس والسلطات المحلية والمسؤولين يقفوا مع هذه الوليدات، راه المستوى هابط للصفر، وراه هذا الشيء راه ما كيبشرش بالخير. واش عباد الله الانسان كيجي يقرا كتلقاه كيقرا نص ساعه وكيخرج لبرا؟ فين غيمشيو هاد الاطفال؟ يمشيو يتشمكروا، فين غيمشيو؟ المدرسه بحال الحبس، ما فيها لا 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 لا, لا تيرانات، ما فيها لا لا وسائل فين الدري يدفوا ولا شويه، والو، ريان دو ريان. ما المراحيض ما كاينينش، الروائح الكريهه، علاش ما يكونش فيها انترنايات وسبور، يكون الانسان يلعب شويه ديال الرياضه ويدخل القسم مرتاح مدوش فيها الدوش؟ ما كاين لا دوش لا تيرانات لا والو، المهم هذه حبس. ولهذا كنشطوا السلطات المحليه الله يجزيكم بخير، تنظروا لهاد الوليدات المستقبل ديال البلاد. الا ما نظرناش لهاد الوليدات المستقبل ديال البلاد، لمن غنظروا؟ المستقبل انا كنشوفه من هنا من سوء الى أسوأ. خصنا ننهضوا بالتعليم، خصنا نعاونوا سيدنا، خصنا نعاونوا البلاد. شوف حنايا بالنسبه لينا كجمعيه جينا تلقينا هنايا الطاشرون بدا كيتراسي شويه، جا مول الارض حبسوا. السلطات كتقول كلام، ملي كنجيو على ارض الواقع كلام اخر، ومي كنمشيو حنا ندقوا باب المسؤولين ما كاينش اللي كيستقبلنا، كاين غير التلاعب. حنا هادشي شكون اللي انا متقاعد، ولكن شكون اللي يجعلني ندير هادشي الغيره على البلاد؟ راه هاد الجيل نهضوا ونعطيو ديك ليكسبيريونس ديالنا، كنا اكي من الخدمه نعطيوها لهاد لي زيليف، نزرعوها فيهم البيكيرو، ندفعوا لهم البيكيرا ديال هادشي اللي استفدنا منه حنا في العياد ديالنا. لكن سي دوماج، الله يجازيكم بخير. الله يجازيك بخير. حنا المطالب ديالكم من اجل التجويد التعليم حنا فهمناها، المطالب ديالكم انكم توفروا الحجرات فين يقراو التلاميذ، الحفاظ انهم ما يبقاوش عرضه للحوادث السير هنايا. المطالب ديالنا باختصار، المطالب ديالنا هو انه نقوموا بالتوسيع ديال المدرسه، يساعدونا احنا، يساعدونا نوسعوا المدرسه، وفضاء ما يبقاوش يلعبوا الدراري هنايا في الطرقان. والله يجازيك بخير، هذا التوقيت الثلاثي او ميم طون نزيدوا مدارس هنا شي جوج قاعات او ثلاثه باش التلاميذ يقراوا نورمال، ما يقراش ساعه في النهار ويمشي يتعرض يتسكع. هذا هو المطلب ديالنا الوحيد، وحنا شوف حنا غير فاعلين جمعويين، حنا غير للخير، حنا كنغير لهاد البلاد. فهمتيني؟ انا اكس ميليتير في لافياسيون، ودابا الله يجازيك بخير بغيت نعطي ليكسبيريونس ديالي نعطي لهاد لي زيليف، وجاتني الغيره. اينو فون غيان لي ريسبونسابل، المسؤولين ما كيديروا حتى حاجه، انيكمون كيجلسوا في البيروات ورجل على رجل وسيفيني. من هنا من هذا المنبر كنقولها بوشكارة عبد الله.